أهلا بيكو. محاضرتنا النهاردة عن الإيفاليويشن بتاع Teaching and Learning في الكورس بتاعنا Course Training of Trainers. في المحاضرات اللي فاتت احنا اتكلمنا عن حاجات كتير ليها علاقة بالتريننج وازاي تعمل تريننج كويس، وبعدين آخر حاجة يمكن المحاضرة اللي فاتت على طول اتكلمنا في ازاي نديزاين كورس جديد وازاي نجهز له ببعض النصايح اللي أرجو انها تكون مفيدة ليكم. في محاضرتنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم بقى عن ازاي نقيم اداء الطالب وادائنا احنا نفسنا في عملية التعليم دي. انت المفروض ان انت دايما بتسعى لان الكورس بتاعك يبقى على احسن ما يكون، وبما ان انت دايما بتسعى لكده يبقى انت دايما بتدور على نقطة الضعف او على الاقل الحتت اللي هي ممكن تشتغل عليها، ساعات بيسموها points of improvement. النقطة اللي انت عايز تشتغل عليها دي مش هتعرف تشوفها لوحدك، لازم تشوفها من خلال فيدباك، لازم تشوفها من خلال مصادر أخرى. المصادر دي هي دي اللي هنتكلم عليها، وبعدين هنتكلم على نقطتين أساسيتين إن شاء الله في الكورس بتاعنا في المحاضرة بتاعتنا دي، وهم الكورس ريبورت وإزاي نعمل الأسسمنت بتاعنا نربطه بالكورس أوبجكتيفز. كالعادة في كل محاضرة بفكرك don't learn teach، علشان لما بتجهز نفسك للتيتشنج انت كده بتتعلم احسن. زي ما قلت لكم دلوقتي احنا الاوبجكتيفز بتاعتنا في المحاضره دي ان شاء الله ازاي بنعمل ايفالويشن لعمليه التيتشنج والليرنينج، ازاي نجهز الكورس ريبورت، وايه الكونسيرنز بتاعت الايفالويشن بشكل عام، ايه الحاجات اللي ممكن تقلقنا من ناحيه الكورس ايفالويشن، وازاي ممكن نحسن من ادائنا بشكل عام. ويمكن ده مقدمة للمحاضرة الجاية اللي هي هنتكلم فيها بشكل أكتر عن إيه إزاي الترينر أو التيتشر يطور من نفسه دايما. ابتدي هنا بنكتة، يعني هنا قدامنا واحد بيدرس ومرة واحدة داخل له بوب كويز عبارة عن teacher evaluation، لأن ناس كتير الحقيقة من الـ educators ما بيحبوش الـ evaluation، لأن بطبيعة الحال أنا وأنت وأي إنسان عادي ما بيحبش اللي يطلع له حاجات وحشة في شغله أو في حياته. ما حبش حد يجي يقول لي أنت غلطان أو ناقصك كذا أو ناقصك كذا، دي الـ default setting بتاعنا. ما بيتغلبش عليها الحقيقة غير الإنسان اللي هو عنده رغبة أكبر في ان هو يبقى احسن، في ان هو يطور من نفسه، في ان هو يعمل شغله بشكل احسن. وده اللي احنا عايزين نبتدي بيه مع بعض، هو ان احنا ازاي نعمل ايفالويشن واحنا جوانا رغبه في ان احنا نطلع الحاجات الوحشه دي، ان احنا نعرفها ونتعلمها. مش هنزعل لما حد يقول لنا انت عامل حاجه مش كويسه، لكن اكيد هنزعل لما نفضل احنا نعمل الحاجه اللي مش كويسه. فازاي بقى نعمل الايفالويشن ده؟ طبعا في طرق كتيره وميثودولوجيز عباره عن دراسات كبيره عملتها ناس وكان لها اغراض. يمكن هنا انا جايب ثلاث امثله من الميثودولوجيز اللي بتستخدم، ممكن بتستخدم على مستوى المؤسسات الكبيره او على مستوى المدارس او حتى تستخدمها انت على المستوى الشخصي. وهنا انا اخترت ثلاثه لكن في اعداد كبيره، دول يعتبروا من الميثودز المشهوره. انا مش هدخل الحقيقه في تفاصيل، انا بس حبيت انبهك لان في وسائل لتقييم التعليم والتعلم، والوسائل دي وسائل سيستماتيك ممكن يتعامل فيها كورسات لوحدها. انا هنا هتكلم معاكم على بعض الاليمنتس اوف ايفالويشن اللي انت محتاج تدور عليها وتحاول تجيبها علشان الايفالويشن بتاعك يبقى منطقي ويبقى مفيد. بسرعة، هم انت عندك الكورس دوكيومنتيشن. عادة احنا ما بنبصش كتير للكورس والليسن دوكيومنتيشن، وان كان انت محتاج تراجع انت عملت
evaluation سوري عملت preparation للكورس بتاعك ازاي، عملت بلان كويسه، البلان دي documented كويس بحيث ان لو حد جه يبص عليها عشان يقول لك رايه. وهنا خلي بالك، حد يبص عليها دي مش معناها ان حد احسن منك او حد يعني بيراقب عليك، وانما انت عايز حد يبص عليها، انت عايز حد يجي يقول لك الكلام ده كويس ولا، لكن انت عندك حاجه تبص عليها. هو ده المقصود بالكورس او الليسن دوكيومنتيشن. بعد كده من الاليمنتس اوف ايفالويشن ان يبقى عندك ان كلاس اوبزرفيشنز، ان انت ممكن تطلب من حد، او بعض المؤسسات بتجيب ناس متخصصه في الكلام ده، ان انت تطلب من حد يجي يقعد معاك في الكلاس، حد من زملائك، حد من اساتذتك اللي علموك، او حد اكبر منك او حد زيك، اي مكان حد يجي يقعد معاك في الكلاس ويقول لك رايه، والله انت كنت بتتكلم بطريقه كويسه، لا انت كنت بتتكلم بسرعه قوي، ليه صوتك ما كانش مسموع، ليه البرزنتيشنز ما كانتش مترتبه كويس، ليه 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 ليه، ده انت عاوزه. يا سلام بقى لو ان اللي بيعمل الاوبزرفيشن ده يكون راجل متخصص او ست متخصصه، بيبص على نقط مهمة جدا يقدر يساعدك بيها كويس في ان انت تحسن البرفورمانس بتاعك. تالت حاجة من الـ elements of the evaluation هو الـ assessment بتاع الـ results linked to objectives. ده اللي هنتكلم عليه في الفيديو الجاي على طول، ان كل الـ assessment tools تتوصل بالـ objectives عشان تقدر تقيم أداء الكورس. يجي بعد كده السيرفيز، عندك المتدرب او الطالب اللي كان عندك في الكورس، انت ممكن تعمل له سيرفي باشكاله المختلفه، بتعرف منه رايه في نقط معينه انت محددها من خلال السيرفي. لذلك ممكن اروح ابص للامبلوي، الناس اللي هم هو هيروح يشتغل عندهم او هيروح اداؤه المفروض يتحسن من خلال الكورس بتاعك، فلما يرجع يشوف الاداء ده اتغير ازاي. اتكلمنا قبل كده على الامبلوير سيرفي. بعد كده انت نفسك رايك ايه في شغلك؟ مفيش حد عادي شايف ان شغله ممتاز 100%. انا النهارده بديك الكورس ده وبحاول اعمل الفيديو، بحاول اعمل قدر استطاعتي في انه يبقى كويس، بس بالتاكيد بعد ما اتفرج على الفيديو ده، بعد ما يتسجل وبعد ما انت تشوفه، هقول يا ريتني عملت كذا او عملت كذا كان يبقى احسن، وممكن اعمل فيرجن تانية من الفيديو او من المحاضرة كلها وارفعها او اديها في الكلاسز بتاعتي مختلفة خالص على اللي انت شفتها. ليه؟ لان انا حسيت انها هتبقى احسن، وهكذا. فانت محتاج السلف اسسمنت ريبورت ده. وبعدين بيجي في الاخر كل اللي فوق ده بيدخل في حاجة اسمها الكورس ريبورت. كورس ريبورت بشكل عام بيقول ايه اللي اتعمل في الكورس، وايه الطرق الممكنه للتحسين، وده اللي هنتكلم عليه برضو لوحده في فيديو مستقل. فاحنا بسرعه ده في السلايد دي او في الفيديو ده اتكلمنا مع بعض على الاليمنتس اوف ايفالويشن اوف كورس ايفالويشن، وقلنا على اهم النقط فيها، وركزنا على اتنين هم اللي هنعمل لهم تو سيبريت فيديوز ان شاء الله بعد ده، حاجتين منهم، ولكن الباقيين برضو ده مش معناه الباقيين مش مهمين، وانما دول اللي انا هتكلم معاك فيهم. يمكن ان شاء الله بعدين اعمل فيديوز ثانيه في بقيه النقط، لكن حاليا هم دول اللي يهموني ان انا اوصلهم لك كنقط مهمه لازم تاخد بالك منها علشان تعمل كورس ايفالويشن. فان شاء الله في الفيديو الجاي نشوف مع بعض ازاي نعمل لينك الاسسمنت بالاوبجكتيفز علشان نحسن ادائنا ونراقب ادائنا في الكورس. ارجو ان اشوفكم ان شاء الله معايا في الفيديو الجاي.